يعني أنا مقتنعة قبل حتى أحداث 7 أكتوبر وما ترتب عليها في قطاع غزة أن أمريكا بدأت في طريقها إلى الأفول، وهذا ناتج عن الصدمة التي ستحدث للشعب الأمريكي وحتى كبار المسؤولين الذين لم يكونوا على علاقة قوية بالدولة العميقة الأمريكية، وما يؤدي أو ينعكس إلى صراع داخلي كبير في الداخل الأمريكي. وحتى مع الانتخابات القادمة وما شاهدناه في الانتخابات السابقة ما بين جو بايدن ودونالد ترامب، وهو يعني نفس استقرار الأشخاص في هذه المرحلة والتصريحات المتضاربة من الحزبين وما يمكن أن تؤدي به هذه الانتخابات في المرحلة القادمة إذا تدخلت مرة أخرى الدولة العميقة في الانتخابات لإقصاء دونالد ترامب. وبالتالي أنا أعتقد فكرة الاستقالات، فكرة حتى الاحتجاجات، فكرة ما حدث في تكساس ورفع شعارات للانفصال، هذا يؤكد بأن أمريكا ذاهبة بالفعل إلى الأفول، وهذا يعيدنا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أن هذا يحدث كل وفق أجندات غربية مدروسة بشكل كبير ومعروف مآلاتها، بمعنى أن القوى الأمريكية التي كانت تسيطر على العالم عادت إلى أصلها أو قد تعود في طريقها إلى أصلها، وهي القوة الأوروبية القارة العجوز وتحديدا بريطانيا في السنوات القادمة. هذا لن يحدث غدا ولا بعد غد، ولكن قد يحدث خلال 20 عام قادمين.